هذا لا هنا. سيد رئيس، ماذا حدث اليوم؟ إذا لم يحدث حوار لن تشارك في الانتخابات. بالتأكيد، بكل التأكيد. من المعروف عند المناطق أن نفس المقدمات تؤدي إلى نفس النتائج، لنفس الأسباب التي رفضنا الانتخابات الماضية والمهزلة الماضية. إذا ما بقيت نفس الأسباب سنرفض هذه البداية. أنتم هل تمثلون المنتدى الديمقراطي أو منسقية المعارضة؟ لا أتحدث هنا باسمي رئيس الجمهورية. لا أتحدث باسمي. سيد رئيس، كيف تتحدثون عن ما حدث اليوم؟ ما عندي علم بما حدث. انسحاب المعارضة وكلمة أمس. اليوم أيضا. سيد الرئيس، أنا ماني في الوفد وبالتالي ما انسحاب تعليقكم على المشاورات وما حدث اليوم؟ حتى الآن ليست هناك مشاورة، حتى لسان هناك نظام يحاول أن يماطل أحيانا، يحاول أن يناور أحيانا أخرى. إذا ما تبين أن